جولة صحفية جديدة مع أبرز ما جاءت به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم، فأهلا بكم. تصدر حادث كمين مسترد الذي راح ضحيته 6 شهداء من جنود القوات المسلحة عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم. وجاءت المنشطات الرئيسية لصحيفة الأهرام: الدولة عازمة على بطر يد الإرهاب، مجلس الدفاع الوطني يتعهد بالثأر للشهداء ويبحث إجراءات تأمين الانتخابات الرئاسية، الخسة تختال 6 من الشرطة العسكرية، الإرهابيون استهدفوا شهداء الواجب في ختام صلاة الفجر، الجناة زرعوا بوتين ناسفتين لإحداث أكبر خسائر في القوات، وجماعة أنصار بيت المقدس تؤكد مقتل أحد قياديها الميدانيين في سيناء في انفجار قنبلة حرارية بسيارته. قانون الانتخابات الرئاسية احتل العناوين الرئيسية للصحيفة اليوم السابع التي نقرأ منها: الرئاسة لا تراجع عن تحصين العليا للانتخابات. مستشار الرئيس في حالة رفض الأحزاب القانون: الرئيس سيلقي بيانا للشعب يوضح أسباب عدم التعديل. نقلت الصحيفة تصريحات خاصة للمستشار الدستوري لرئيس الجمهورية علي عوض صالح، أكد فيها أن الرئيس عدلي منصور لم يحدد وقتا معينا كمهلة للأحزاب السياسية للرد فيما أثير حول قانون الانتخابات الرئاسية خلال الاجتماع، نافيا تعديل القانون مجددا، خاصة أنه تم إعداده على أسس دستورية. استئناف الدراسة بجامعة الأزهر تتصدر عناوين صحف اليوم، ومنها صحيفة الشروق التي قالت: جامعة الأزهر تنجو من العنف في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، طلاب الإخوان يتراجعون عن فاعلياتهم، والطالبات تخرجن في مسيرة محدودة، وأبو الثوار يطالبهم بالسلمية. الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر يؤكد: الدراسة منتظمة وفصل 500 طالب من المدينة الجامعية. وفي جامعة القاهرة الطرد من المدينة هدوء في محيط الجامعة، وطلاب الإخوان يدعون لمظاهرات اليوم. متابعة احتجاز عدد كبير من العمال المصريين في ليبيا كانت في صدارة اهتمام صحف اليوم. صحيفة الأخبار نشرت تحقيقا من داخل قرى المحتجزين المصريين من أهم عناوينه: الإفراج عن 60 مصريا محتجزا في طرابلس، السفير المصري يؤكد إطلاق سراحهم، والسفير الليبي يقول الإجراءات ليست موجهة ضد مصر، معاناة المصريين بليبيا بعد مسلسل احتجازهم، رحلة العذاب لسائق الشاحنات المصرية. الأخبار مع أهالي المحتجزين في ليبيا: 10 قرى بالفيوم تنتظر عودة أبنائها من ليبيا. شاهد عيان يؤكد 10 ملثمين اقتحموا منازل في منتصف الليل. المذبحة الإرهابية التي استهدفت الجنود المصريين أمس في مسترد أثناء تأدية واجبهم طغت على مقالات الرأي في صحف اليوم، وأكد الإعلامي عماد الدين أديب في عموده بصحيفة الوطن أهمية إصدار قانون لمكافحة الإرهاب، لكنه شدد في نفس الوقت على أن مقاومة الإرهاب هي عمل جماعي لا يعتمد على عنصر واحد من عناصر الحل. وتحت عنوان مقاومة الإرهاب قال أديب: أخطر ما في الإرهاب هو تعريفه، والأخطر هو البحث عن الأسلوب الأمثل لمقاومته، فالإرهاب عمل يستخدم العنف والقوة المسلحة بهدف الخروج عن الشرعية ومحاولة تطويع القرار السياسي بالعنف والابتزاز والاغتيالات والانفجارات. لذلك أول ما يتبادر إلى الذهن هو الحل الأمني. إننا نحمل الأمن ما لا يطيق، ونطلب منه ما لم ينجح فيه بشر على مر التاريخ، حينما نعتقد أن الحل الأمني وحده قادر على مقاومة الإرهاب. مقاومة الإرهاب تبدأ من كتاب المدرسة إلى أسلوب توفير لقمة العيش إلى الإعلام، وصولا إلى سوق العمل المتأثر بالبطالة. المخاوف من عودة النظام القديم رصدها الدكتور عمرو الشوبكي في عموده بصحيفة المصري اليوم، مؤكدا أن من يملأ الدنيا صراخا خوفا من عودة النظام القديم لم يقدم بديلا واحدا أو يبني مؤسسة سياسية جديدة تعتمد على شبكات مصالح اجتماعية مختلفة أكثر حداثة واتساعا من شبكات المصالح المرتبطة بالنظام القديم. ويقول المقال:
يتصور البعض أن الهتاف صباحا ومساء بسقوط النظام يعني اختفاء وميلادا تلقائيا لنظام جديد دون بناء مقوم واحد يعتمد عليه هذا النظام الجديد. والحقيقة أن النظام القديم في مصر كان خليطا من مكونات عدة وشبكات مصالح متعددة، بعضها فاسد وكثير منها يقوم على ثقافة الواسطة التي لا تخلو بدورها من نوع من الفساد. والتحدي في بناء أي منظومة جديدة هو تفكيك المنظومة القديمة بشكل تدريجي وبناء شبكات مصالح جديدة أكثر حداثة ومدنية. وإذا فشلت في ذلك وظللت تهدف كل يوم بسقوط النظام القديم فلن يسقط، لأنه منظومة وليس أشخاصا. ونتحول إلى الصحف العربية، والبداية بشأن السوري، حيث انفردت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية بأول حوار مع روبرت فورد سفير واشنطن السابق في دمشق منذ تقاعده، والذي أكد أن التجربة الأمريكية في العراق علمتنا أن الحل في سوريا ليس أمريكيا. وأضاف فورد أن هناك تحديات عسيرة تواجه الملف السوري، موضحا أنه لا يتوقع نهاية قريبة للأزمة السورية خاصة عقب فشل محادثات جنيف 2. وأكد فورد أن سوريا باتت تشكل تهديدا أمنيا حقيقيا على الولايات المتحدة بسبب انتشار مجموعات تابعة لتنظيم القاعدة، إلا أنه لا يمكن التدخل عسكريا في سوريا لأن التجربة العراقية مختلفة عن التجربة السورية. الأوضاع الأمنية المتردية في العراق رصدتها صحيفة الخليج الإماراتية تحت عنوان عشرات الضحايا بهجمات في بغداد والموصل وبعقوبة. وقالت الصحيفة يمر العراق بمنعطف تاريخي خطير بالتزامن مع تصعيد جديد تشهده الساحة العراقية عقب وقوع عشرات الضحايا، مع تواصل الاشتباكات والقصف المدفعي في مدينتي الفلوجة والرمادي، في وقت شهدت فيه بغداد والموصل وبعقوبة معارك طاحنة وتفجيرات ليزداد الوضع تأزما، ما يهدد الاستقرار الهش الذي يعيشه العراق ويجر البلاد إلى حافة الهاوية. أنباء عن اعتزام إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم عنوان نطالع تفاصيله من صحيفة القدس العربي، وقالت بعد أن تحولت غزة إلى سجن كبير يئن سكانه تحت وطأة الحصار الإسرائيلي لمدة تزيد عن 7 سنوات، ومع تزايد الحصار الجائر والأوضاع الإنسانية المتفاقمة، قرر وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون مع الضغط الدولي إعادة فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال الوقود لقطاع غزة وتشغيل محطة الكهرباء التي تعد شريان الحياة لارتباطها بالمستشفيات والمرافق الحيوية، حيث توقفها يشكل عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني. بعد 14 عاما من القطيعة، البشير يمد يده للتراب تحت هذا العنوان، كتبت صحيفة الرياض السعودية وقالت في محاولة الاحتواء الأزمات السياسية والاقتصادية التي تضرب البلاد، التقى الرئيس السوداني عمر حسن البشير حليفه السابق حسن الترابي الذي أصبح معارضا اليوم، وذلك للمرة الأولى منذ 14 عاما من القاطعة.